للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت مراسل القاهرة أحمد سنجاب. أحمد، بعد التحية، آخر مستجدات الأوضاع السياسية في لبنان وتفاصيل الجلسة الخاصة بمجلس النواب اللبناني التي يعول عليها جميع اللبنانيون. انطلقت منذ قليل الجلسة النيابية التي دعا لها رئيس مجلس النواب نبيه بدري لتلاوة الرسالة الأخيرة للرئيس الذي انتهت ولايته ميشيل عون، والتي وجهها للمجلس بهدف أمرين. الأمر الأول هو قبول أو بحث تشكيل حكومة قبل نهاية ولايته، لأن الرئيس ميشيل عون وجهها يوم الأحد وهو قبل يوم من انتهاء ولايته، فكانها طلب من المجلس أن يجتمع يوم الاثنين لمناقشة هذه الرسالة وبحث تشكيل حكومة في الساعات الأخيرة من عهده، أو بحث عقد جلسات للمجلس النيابي للإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية فور انتهاء ولايته. إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قرر عقد هذه الجلسة اليوم الخميس، وبالتالي أغلب مضمون الرسالة غير قابل للتحقيق من الأساس، ولكن هي جلسة تعتبر جلسة بروتوكولية أو جلسة يقوم فيها رئيس مجلس النواب بتلاوة الرسالة كاملة، وهي رسالة مطولة شرح فيها الرئيس اللبناني ميشيل عون تفاصيل علاقته أو وجهة نظره لتفاصيل علاقته برئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي على مدار الأربع أشهر الأخيرة، وحذر فيها من أن تجمع حكومة تصريف أعمال بين صلاحياتها المحدودة وبين صلاحيات رئيس الجمهورية، وحذر فيها من الفراغ الدستوري والفراغ في مقعد رئيس الجمهورية والفراغ في مقعد الحكومة. فبالتالي رئيس مجلس النواب اليوم بدأ بالفعل في مجلس النواب في تلاوة الجلسة التي وجهها رئيس ميشيل عون، ثم تقوم كل كتلة نيابية بالتعقيب والتعليق عليها، ثم يصل في نهاية الأمر إلى إما قبول مضمون هذه الرسالة أو عدم قبولها. إذن أحمد، سيتوقف الأمر عند تلاوة رسالة رئيس المنتهية ولايته ميشيل عون، لن تكون هناك أي مؤشرات حول بحث وضع يناسب لبنان في هذه الظروف؟ لن يكون على الإطلاق جلسة لمناقشة انتخاب رئيس الجمهورية، لن يتم اليوم، لأن جلسات المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان تكون جلسات خاصة يدعو لها رئيس مجلس النواب لمناقشة هذا الموضوع للانتخاب تحديدا، ولكن لن يحدث هذا اليوم. ومن الواضح أيضا من خلال اللقاءات مع عدد من النواب وعدد من الكتل السياسية أن لا توافق على اسم مرشح قادر على الحصول على النسبة المقررة ليكون رئيس للجمهورية. طيب أحمد، هل هناك مؤشرات لمزيد من جلسات مجلس النواب اللبناني في الفترة القادمة، خصوصا أن لبنان يعيش أزمة اقتصادية صعبة في البلاد، فراغ سياسي، لابد من وجود تحرك نيابي في هذه الظروف؟ بالتأكيد هناك رغبة من أغلب الكتل النيابية لعقد جلسات، ولكن الجلسات بدون توافق هي تكرار لسيناريو عام 2014، حينما أيضا خلا مقعد الرئاسة وظل مقعد الرئاسة شاغرا لمدة أكثر من 29 شهرا عقد خلالها المجلس 45 جلسة دون توافق، ثم تم التوافق في الجلسة 46 وتم على إثرها انتخاب الرئيس ميشيل عون لرئاسة الجمهورية. فالخوف الأساسي أو ما لا يريده اللبنانيون هو أن يتكرر سيناريو عام 2014، وكل القوى تبحث وتسعى، لأن لبنان الآن ووضعه الاقتصادي لا يتحمل إطلاقا مثل هذا السيناريو. أحمد، ظروف سياسية متخبطة في لبنان وظروف اقتصادية صعبة، ماذا يريد اللبنانيون في هذه الظروف؟ السياسيون المتابعون لهذا المشهد، فراغ رئاسي وفراغ سياسي واقتصادية صعبة وظروف اقتصادية صعبة، ماذا يريد أيضا السياسيون من الجهة المعول عليها الآن وهو مجلس النواب اللبناني؟ مجلس النواب اللبناني مهمته الأساسية والتي لا مجال للخروج عنها هي فكرة انتخاب رئيس جديد للجمهورية يحصل على الأغلبية المطلوبة 86 صوتا، أغلبية الثلثين في جلسة أولى، أو عدم تطيير النصاب في الجلسات في الجولات الثانية ليفوز من يحصل على 65 صوتا، ولكن حتى الآن لا يبدو واضحا أن هناك مرشح قادر على حصد هذه النسبة. فبالتالي المطلوب من الكتل النيابية والسياسيين التوافق للإسراع بانتخاب رئيس، ثم التوافق للإسراع بإجراء الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي في إطار الاتفاق الموقع بين صندوق النقد وبين لبنان في شهر أبريل الماضي. هذه الإصلاحات لم يحدث منها الكثير، فبالتالي هو مطالب لتحسين أوضاع اللبنانيين والخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة والأزمة المعيشية الطاحنة التي تزداد يوما تلو الآخر،
لا مجال إلا بإقرار هذه الإصلاحات والحصول على دعم صندوق النقد الدولي الذي يفتح الباب لدعم كثير جدا. هذا هو ما يطلبه اللبنانيون والمأمول من السياسيين خلال الفترة المقبلة. هل لديك أي تفاصيل حول ربما ترشيحات لأسماء في رئاسة لبنان خلال هذه الفترة ربما تتفق أو يتفق عليها جميع الكتل النيابية في لبنان؟ بالتأكيد المرشح الأوفر أو الذي طرح اسمه قطاع كبير من المعارضة هو المرشح ميشيل معوض، والذي حصل في أعلى جلسات، لأن البرلمان عقد أربع جلسات لانتخاب الرئيس والأربع جلسات لم يسفروا عن أي شيء. حصل المرشح ميشيل معوض على أعلى عدد من الأصوات الذي تجاوز الأربعين صوتا في إحدى الجلسات، وأقل مستوى وصل له كان 36 صوتا. ولكن الأكثر تأثيرا أو الرابح في هذه الجلسات هي الورقة البيضاء التي لا يصوت فيها أحد، حصلت في جلسة على 63 صوتا وفي أقل الجلسات على 50 صوتا. بس في من خلال المؤشرات ومن خلال الحديث مع الكتل النيابية أكدوا للقاهرة الإخبارية لمراسل القاهرة الإخبارية أن حتى الآن الأسماء المطروحة على الساحة وفي النقاشات ليست أسماء نهائية، ولكن المرشح الحقيقي لرئاسة الدولة اللبنانية لا يزال اسمه غامضا، وإن كان البعض يدفع بأن يكون قائد الجيش اللبناني مرشحا محتملا لهذه الانتخابات، أسوى بما حدث مع العماد ميشيل سليمان الذي انتهت ولادته في 2014. فبالتالي هذا السيناريو مطروح خلال الفترة المقبلة، مدى الإصرار على الإبصار بهذا السيناريو ايه؟ سنعرفه بعد هذه الجلسة إن شاء الله. شكرا لك أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من بيروت، شكرا لك.